نتابع هذا اللقاء المباشر. ما في إلا التعليقات على تويتر، مسألة الفساد ما في شك مسألة حساسة كثير. أهلا وسهلا فيك جوزيفين صغيب. أول شيء بديك هيك سريعا تشرح للناس شو هي المساءلة الاجتماعية. هي شغلة كثير هينة، هي مساءلة المواطن والمواطنة، مساءلة المسؤول، مسؤول بكل قطاعاته، بكل قطاعات العام، من رئيس بلدية لمدير عام لرئيس دايرة لوزير أو لنايب. بنفس الوقت هو لازم المواطن يشارك بوضع السياسات العامة للبلد، تحديد الأولويات، وضع استراتيجية تنفيذية ومراقبة التنفيذ، وبالآخر بده يرجع يسائل على النتائج اللي صارت بالعمل مع المواطنين. هي شغلة كتير أساسية، هي مشاركة أساسية من المواطن والمواطنة مع الدولة. كيف بتصير خبرة مساءلة؟ بدنا أول شيء نحصل على المعلومات يخلونا نشارك نحن وياهم بوضع السياسات. إذا المواطن ما شارك بوضع السياسات ما فيهم يجوا يقولوا لنا في اليوم طلعنا قانون بموضوع الكهرباء بدها تحمل الدولة اللبنانية أعباء كتير كبيرة، بلا ما نكون قايلين له للمواطن أنت شريك أساسي معنا. لازم المواطن يكون عارف من قبل ما يجي من فوق. هون بدي اسالك مع الوزير، قد ايه المواطنين بيشاركوك اليوم كوزير بمعلومات، بيبعثوا لك خلينا نقول نوع من اخبارات الى هذه الوزاره لتتصرف؟ شخص تعرض لمطرح طلب منه رشوه. اول شيء ست بولا بدي اقول لك انه عندنا كثير كثير ناس عم بيساعدونا، كثير ناس من المجتمع المدني، صحفيين محميين بينحموا. أكيد ما رح ينحمى بكل العالم. ويسل بلور بينحمى بكل العالم. كيف بدهم؟ ما في عنا قانون بيحمي كاشف الفساد. في حماية بالسرية اللي عم نتعاطى معهم. أوكي. في حماية أولا، ثانيا هن بيعرفوا اللي عم بيعطونا معلومات إنه نحن اللي حنأمن لهم الحماية اللازمة إذا لا سمح الله في أي شيء أو أي شيء مش من الناحية الأمنية، إنه مثلا إذا موظف حكي عن مديره بشكل غلط يعني اكيد ما بنقبلها، بس اذا بشكل صح. كيف هيدا شغله الموظف يعني اذا مديره عامل غلط يحكي لا على مديره؟ لا، اذا حكي يعني اذا قال عن مديره شيء غلط وما طلع طلع منه بس حقيقه بتلاقي هذا. اذا قال شيء مزبوط عنه وكذا، نحن شغلتنا نحميه يعني من الكيديه تبع المدير. لا بس هيدي علاقه الرئيس والمرؤوس، هيدي القوانين بتحميه. ممنوع الواحد ممنوع الموظف يخالف القانون حتى لو رئيسه طلب منه مخالفه القانون. بهيدي المساله يمكن في هون مثل حي جلوريا أبيزيت، بس كمان هون بينسأل هل هي العلاقة المتوترة بين حركة أمل وتيار الوطني الحر اللي حميت جلوريا أبيزيت، أو بهيدي الحالة في شيء آخر؟ عندك تعليق؟ عندي تعليق إنه أول شيء بدنا نحيي مجلس الشورى اللي شو بيقولوا أنصفى بطريقة كتير حقوية. وأخيرا القضاء اللبناني بلش يشتغل. ما بتعتقد إنه هيدي المسألة كمان هون ممكن يعني لو منا محمية مثلا أو لو ما ربما هنالك اذا بدك هلا بالذات القضاء انصف هلا بالذات. هلا اذا بتحكيني من كم شهر لورا بقول لك ممكن القضاء ما كان انصف على جلوريا، لان كان في فراغ سياسي، كان في فراغ حتى بالتعاطي بين السياسيين، بس هلا القضاء عمل دوره. وهي اول مره، انا باكد انه هي اول مره من ال 92 لهلا مجلس الشورى بياخذ قرار ينصف قضيه كثير كبيره مدير عام. ماذا لو الوزير اللي حكى واللي شرح بالمؤتمر الصحفي، شو كان موقفك منه؟ شرح فسر هو انه لا هي اللي مغلطه. هلا طالما القضاء اخذ قرار ريحة يعني سبق السيف شيل عنك يعني مش شيل عني، انه اذا القضاء يعني قال كلمته انا شو بدي اقول يعني يعني بدي استأنف او بدي ميز وخلص. القضاء يعني قال كلمته وهيدي كلمه الحق مشان كدوله يعني هيدي كلمه حق. هيدي اولا. ثانيا هذا يعني انه في تقدم وفي امكانيه للتقدم. انا هذا الامل كنت عم بحكي عنه معالي الوزير. نحن منا هذا الامل يعني، وبدنا ست بولا تشد معنا بالامل هيدا يعني، مش انه قدرنا الفساد وقدرنا نتعتر ونحن هيك ونحن ليك من وقت ما خلقت بعد ما شفت شيء ثاني. انا عم بحكي كمواطنه لبنانيه واملي بعده كبير. انتبه بعدنا هون لانه عندنا امل. يعني شايفين شو عندك؟ انا بتاسف انه يكون عندك
وانا اذا الموجودين عم بيورثوا اولادهم، مين منين واحد بس اللي منين بيدخل هيدا الامل؟ منين بدي اجيب؟ طيب هن قديش قديش نسبتهم؟ بدك ناس حالين قديش نسبتهم؟ شو هن قديش نسبتهم؟ اليوم في سبعه 3 4 10 5 في عندك 7 8 زعامات خلينا نقول هن فيهم يحموا مجموعة كبيرة من الناس اللي هي بتقوم بالمناقصات، هي بتستخدم الجمرك اللي بتفوت لحتحكي. أنا بدي أقول لك هي اللي بتأمن الغطاء السياسي والأرضية لكل زي. أنا بدي أقول لك إنه كلامك مش اللي كيف مش مظبوط 100%. عم ببلش عم تبتدي الأمور تتغير. كيف؟ عم تبتدي الأمور تتغير. خلينا نلمس نحن بالجمارك مثلا بموضوع أصحاب السيارات بلغنا قبل ما طلع بالصحف رياض بيسي ادخال مؤقت قبل ما طلع عند رياض وبلغنا مع الوزير الماليه واتخذ الاجراءات. شو اتخذ؟ اتخذ توقف السيارات هيدي كلها للي شو بدنا بالسياره؟ توقف الشخص اللي هو عمل ادخال مؤقت اللي هو مضي على الادخال المؤقت ما في ولا موقول عمل اعفاء لا لا للي بهالموضوع ما بعرف شو القانون بالموضوع بس بعرف انا بيدفع جزء عالي جدا ما بعتقد هاي جزائية لا مع الوزير بس طلع فيه لحظة اللي نسموا في ولاد مسؤولين في ابن الرئيس بري وفي بعتقد لما كنت غلطة بنته في بنت نائب ابن نائب علي بزي لامبرجيني ابن رئيس سابق لحود ابن رئيس سابق لحود حدا من هؤلاء نحكى معه ست بولا هيدا الموضوع عم بحكي اسماء هيدا الموضوع بالذات منه موضوع جزائي يعني بدك تدفع غرامة عليه يعني انت السيارة اللي عندك اياها بدك تدفع عليها غرامة في حدا دفع غرامة؟ بعتقد انا وزير المالية اتصرف بهالموضوع كيف بده يتصرف وزير المالية يعني بده يكلف فينا نرجع نوجه الموضوع يعني انه العالم يفوت سيارتها الجمارك بتكلفك بمبلغ انت مفروض كنت تدفعي 50,000 دولار او 20,000 دولار على السيارة الفاقرة بتكلفك الجمارك بمرتين او ثلاث مرات المبلغ مش فينا نرجع يعني. بس نوضح الموضوع نحن ما عم نحكي اكيد الناس اللي فوتوا سيارات وتهربوا من ضرائب هن مذنبين ممكن يروحوا جزائيا او يدفعوا يرجعوا الجزا مرة تانية نحن عم نحكي عن المدير المسؤول بالقطاع العام اللي هو اعفاهن هيدا المسؤول شو محاكمته هو ممكن يكون اعفاهن هيدا المدير مش ممكن اكيد اعفاهن اذا هو اعفاهن لانه مغطى لانه مغطى من الطبقه السياسيه هول اولاد مسؤولين لحظه شوي هول اولاد مسؤولين كيف بدك تحاسبهم يعني نحن نحن للاسف انك بهالموقع وانت مش مسؤول عنا يمكن بس هول اولاد مسؤولين بدك تتحمل المسؤوليه بهذه المسألة بدك تكون كمان تقبل على القليل الأسئلة هلا ما بعرف مين ابن أي مسؤول أنا عم بقول لك بنزلوا بالأسماء بس إنه إذا ابن مسؤول وخالف القانون بده يدفعهم شو يعني؟ شو المشكلة يعني؟ بس هلا إذا صدفتك بعد شهر بتخبرني كل واحد شو دفع؟ إن شاء الله إذا سألتك بتخبرني كل ابن مسؤول شو دفع؟ إذا كل اسم عندي بقول لك كل واحد شو دفع بتعرف لو واحد منهم انسأل سؤال مش دفع كان صار نازل كذا بيان وكذا توضيح وفلان الفلاني حتى بدي اقول لك شغله هل قد ما في احترام للمواطن اللبناني ما بيعوزوا حتى يطلعوا قصقوصه ورق يكتبوا عليها بنعتذر انه عملنا ذلك لانه مواطن ما له قيمه بالمذهبيه بيرجع بيصوت لهم فما حدا رح يعتذر وما حيصير شيء بس انا عم بقول لك كلها ماشي هيك كيف الا عم بعطيك معالي الوزير بمجرد ما نحن ما حدا طلع قال معالي السياره بمجرد ما وزاره مكافحه الفساد كتبت لوزير المالية وللجمارك ومجرد ما دخلنا بمواضيع جمارك عم بتصير مشاكل جمارك عم بتصير بالأسامة وبعتناها للهيئة الجديدة في هيئة جديدة طيب النتيجة بدنا جديد. شخص واحد بالدولة اللبنانية ارتكب خطأ يحاسب عليه نحن عملنا إعادة تشكيل السلطة في هيئة جديدة للجمارك مطلوب منا الحركة وبسرعة هاي الهيئة الجديدة مطلوب منا هالشيء هاي الهيئة كيف معمولة؟ مين عملها للهيئه عملنا تشكيل 6 مكرر اخذنا هيئه مثل كل الهيئات اللي عم تنعمل وبالاخر ما في حدا يراقبهم طيب شو بدك مثل الهيئه الناظمه اللي تابعه على... يعني؟ انا عم بسال في الهيئات الناظمه اللي تابعه للوزارات الناس نحن بغينا من يراقبها مع الوزير الهيئات الناظمه اللي تابعه للوزارات اللي هن منهم تابعين للمديريه العامه للمناقصات مين بيراقبهم لهيدي الهيئه اللي هن دائما بيكونوا 6 اشخاص تابعين لست طوائف مختلفه مين بيراقب هول الهيئات الناظمه للجمارك هلا نحن بعد شهر بالضبط وصيت وزير المال كيف مع الوزير هلا بعد شهر وزير عندنا وزير المال معالي وزير المال هو الماليه هو تابع للوزير مين من هو هذا الوزير مين عينه للوزير وين سلطه المراقبه وين سلطه المراقبه
كيف وين صرت مغائبة؟ يعني هلا الوزير المالية ما عنده أي مغائبة على الجمارك؟ كيف وزير؟ وين هيئة المراقبة؟ وين الشفافية بالموضوع؟ أنا سمعت إنه حضرتك عم تحضر مناقصات لك بتشمل كل القطاعات بنفس مظبوط تنلغي هيئات الهيئات الناظمة للقطاعات التانية مظبوط شو بيشمل هذا الإنه؟ طلبنا بالموازنة إنه يكون في رقابة مسبقة مش لاحقة على كل الهيئات والسندية مظبوط هالكلام ورح تضل ست أشخاص بكل هيئة؟ هلا نحن يعني هيدا اساس المشكله نحن ما عم نحكي بفساد معالي الوزير رأيي الشخصي ما عم نحكي بفساد سرقه انه ما يعود في نظام الطوائف والطوائف بلبنان وانا ما عندي طائفه كوزير هلا بس عم بقول بس اذا الكتل الطائفيه هي اللي حاميه هذا الفساد لهلا بالدوله ما فيها بقى ما فيها التركيبه ما فيها تكمل هيك التركيبه الموجوده ما فيها تكمل هيك نحن وصلنا لوقت اكيد ما بقى فيها تكمل هيك لان الحديد الموجود الحديد الموجود بال بال بالبنية صار ضعيف لأنه نخر الفساد في وعي من كل الناس من كل العالم من السياسيين أنه إذا ما بتتركب عن جديد البلد على أساس مضبوط ونرجع يكون هالعهد انطلاقة جديدة مثل الانطلاقة الشهابية اللي صارت سنة 58 ما رح نقدر نوصل لمطرح نحن قوانيننا من ايام الرئيس الشهاب من 1960 قوانين ديوان المحاسبه والتفتيش المركزي بعدها من وقتها بس مش مشكله بالنصوص يا جوزيفين اذا لا النصوص عنا نحن اذا بنحكي شو عنا هيئات رقابيه بلبنان الهيئات الرقابيه ما كان عليها مدير اكثر بلد عربي عنده هيئات رقابيه ما كان عليها اداره ما كان عليها مدير كان المدير مختلف هو مين بعينه للمدير عنا 19 كمان بقول عنا 19 مراقب عام بيراقبوا بلديات لبنان 19 شخص مش إدارة 19 شخص بيراقبوا بلديات لبنان هلأ يعني نحن عم نتخيل كيف فينا نحن هيدا الحكم مش حسم ديكتاتوري يعني نحن اليوم لا أنا عبد ال هو مش حكم ديكتاتوري بس فينا نمدد مره واثنين ومنعوا الانتخابات بعدنا بالديمقراطيه الطائفيه بعدنا بالديمقراطيه الطائفيه هيدا ما هن ما بيشبهوا بعضهم ديمقراطيه وطائفيه مش مع بعض بالجمارك شو عندك ديمقراطيه محصصه الطائفيه بعد الجمارك نحن مع محاسبه الشخص المسؤول اللي هو اعفى هؤلاء الناس اكيد لازم يتحاسبوا بس المحاسبه الاساسيه للي ما لحقهم ما حقق لا هو اعفاهم هو سيد جوزيفين بس جيبي سياره انت من برا تحايل على القانون هيدا تحايل على القانون بس على كل حال خلينا انت مشاركه مع الوزير بعد هالفتره مفروض تجي انت وتدفع بس هي مش اول مره يعني احنا ما عم نحكي خبريه صارت بس بشهرين يعني احنا لا قصه طويله بس على كل حال خلينا نقول انه القانون في قانون كبير راح اسمه هلا بيقول انه مثل بيت العنكبوت تعلق فيه الحشرات الصغيره وبتخترقوا الحشرات الكبيره. السؤال هون اذا هذا الموظف طلعت براسه، هذا الموظف نفذ اوامر بالنهايه لاسماء كبيره، لاشخاص بالبلد وراهم تيساعد النظام الطائفي الموجود حاليا. المحاسبه لوين فيها توصل؟ المحاسبه اذا اولا ونحن بنطالب كل الناس ببعض الشجاعه هن يحاسبوا من القضاء لكل موظفين الدوله. ما فينا نشتغل بلا شجاعة. ما عنا قانون بيحميهم، ما عنا قانون يعني بيحمي كاشف الفساد معالي الوزير، ما عنا قانون بيحمي كاشف الفساد. حضرتك برأيك انه انا ما كنت عارف انه بلبنان في فساد وما عارف انه في محاصصة طائفية طبعا ومن ولد الصغير طيب. عمره 10 سنين بس قلنا جايين يعني على حلقة. برأيك تقبلت هذا المنصب يعني ماني عارف شو مخاطره طبعا عارف معالي الوزير بس انا عم شكك بقدرات الوزارة مش بقدرات حضرتك بقدرات الوزارة عندها وزارة. ما عندها سلطة تنفيذية على الأرض ما تنوصل ما في وزارة أصلا قل لي شغلة شو عندك كهيئة كجهاز اليوم شو عندك بس التجاوبة وجاوبة ما هي نفس السؤال هلأ أنتوا اثنين علي صعبين لا نفس السؤال صعبين. نفس السؤال جاوبة أولا نحن شو عملنا بموضوع الوزارة وشو قدرات الوزارة هاي يعني أنا عم بسأل هل كويس انه احسن يكون عندنا وزاره مكافحه فساد او ما يكون عندنا شيء يعني لا بس شو عندها هيدي الوزاره شو عندها لتكافح الفساد هلا نحن عم نشتغل مع متطوعين وعم ناخذ بعض القضاة وبعض المحامين من السلك القضائي بموافقه وزاره العدل وعندنا يعني عم توصلنا اكيد
طاغيه من كل الاجهزه الرقابيه بالدوله. لمين عم بتبلغوا؟ عم بتبلغوا رئاسه الوزراء مباشره او عم بتبلغوا جهات الرقابه من ديوان المحاسبه والتفتيش المركزي؟ كل اجهزه الرقابه بالدوله تحت سلطه رئاسة الحكومة. ايه وهيدي من سلطته يعني مش من سلطتنا. نحن للي بنشتغل. نحن بس عم نضوي بالوزارة على المواضيع؟ لا مش بس. لا يعني ما عم نضوي حتى. نحن وين في ضوء؟ نحن بنلحق. انا هلا ما شفت بالويب سايت برامج. نحن بتطولوا بالكم عليه معلش. لا لانه قلت عم تضوي شغلت لي بالي، انا بدي اياك تضوي بس على القليلة. انتوا عم تحكوا مع بعض، ما انتوا عم تحكوا معي. طيب قل لي عن كازينو لبنان، شو حتعمل بكازينو لبنان للوقت عم بدهم؟ الكازينو لبنان بيد القضاء ست بولا، انا ما في اجي اقول له للقضاء شو بدي اعمل، يمكن هالزلمه بغيء ويمكن ما بعرف، يعني هذا كل انسان بغيء حتى اثبات العكس، ما فينا نجي نحكي عنه ونقول هذا ما في قضاء بده يحكم. انا معالي الوزير أنا ما بس لهلا ما حدا تحاسب، انا من 92 لهلا ما في حدا تحاسب. يعني انا هلا يعني في سؤال بدي احاول اسال سؤال هلا. لا في نائب مثلا فت على الحبس كان معروف وقتها انه ما في انه نشيل الغطا عنه سياسي، لازم ينشيل الغطا السياسي عن كل الفاسدين في الحبس. عم بقول لك في محل بنشيل الغطا السياسي عن شخص ما يحاسب، بس هيدا اللي محاسب الكيديه اللي عم نحكي عنه المرضى عنه قد ما كان في. لا انا عم بمشي اموره يا بولا. كيديا ومين عمل شيء كيديا؟ ما عم نحكي عنها، عم نحكي سابقا، بس حتى عنك اليوم قلت لك انا في كازينو لبنان، في السوق الحره، في الميدل ايست، في شو عملنا كله. شو عملنا كيديا؟ طيب قل معالي الوزير بس سؤال، الماده 87 من الدستور اللبناني بتقول انه ما في موازنه اذا ما في قطع حساب، شو دور الوزاره حد عندكم تنرجع تعمل قطاع حساب وترجع تحاكم كل شخص سلف أموال الدولة العامة؟ شو بنعمل بالوزارة؟ هلا بالنسبة لهذا الموضوع، أول شيء جوزيفين تنشوف بس بصيص من الأمل لأنه كثير متشائمين. لا عم نسأل يعني أنا شفت يعني موازنة بعد 15 سنة انبسطنا، بس إذا ما عملنا قطع حساب بس خلينا وحسبنا الأشخاص اللي فوتوا الدولة اللبنانية وسلفوا أملاك عامة وأموال عامة، هول الاشخاص شو عملنا فيهم؟ فينا نشيل عنه الغطاء السياسي؟ فينا نسحب هالحصانه منهم؟ هيدا سؤال. طلعنا الموازنه يعني طلعناها بجهد جهيد وبعد مده طويله من الانقطاع، هيدي بتعطيك الموازنه اولا سيطره على بس الماده الدستوريه بتاكد انه ما فينا نعمل موازنه بلا قطع حساب. بالنسبه للقطع الحساب معالي وزير المال، معالي وزير الماليه حيقدم يعني طرح لا يوافق عليه مجلس الوزراء ويوافق عليه مجلس النواب تنسكر، اكيد ما فيك تعمل بدون قطع حساب. بدي توقف مع فاصل، بدي توقف مع فاصل بعدين لنسالك كمان عن الجمعيات الخيريه، يعني الخير الذي يتدفق لهذه الجمعيات والصناديق كمان ارقام مهوله، يقال انه احدى الشخصيات زوجة احد المسؤولين لحالها عندها 400 جمعيه، ما بعرف هول الملفات او 400 او 450 مزبوط 80 مسجلين والبقيه وهميه وحبي الباقي. فاصل مشاهدينا ونعود.